3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين والمتابعين لبرنامج حكاوي أولاد البلد. النهاردة إن شاء الله أنا هبقى موجود بعمل تقرير من داخل جيم ميلانو. مش هبقى معاكم في الحلقة، بس هبقى معاكم طبعا داخل التقرير. هنشتغل بعض التمارين المهمة جدا، وهتكلم وهشرح. طبعا أنا قصدت إن أنا أتمرن أو أعمل تمارين داخل جيم إمكانياته بسيطة. ليه امكانياته بسيطه؟ يعني ليه انا عملت الموضوع ده داخل الجيم امكانياته مش كبيره؟ يعني لان في ناس كتير قوي بتلعب في جيمات فاكره حاطه في اعتقادها ان الجيمات اللي هي المستواها عالي دي هي اللي هتكبر العضله وهي اللي هتعمل النتائج الهائله اللي هم طالبينها. يعني لا، الموضوع مش كده يا جماعه. الموضوع بكل بساطه اللي انا الاجهزه اللي هي الحديثه دي حاجة مكملة مش أكتر، يعني بتقلل من حجم الإصابات. ده بشكل مبدئي. ندي مثال أرنولد كلنا عارفين أرنولد، يعني طبعًا بطل قديم جدًا ومعروف على مستوى العالم كله، ومن أكبر الكتل العضلية على مستوى العالم، وما كانش بيلعب غير بأدوات بسيطة. كان بيلعب بأدوات بسيطة، ما كانش بيلعب بأدوات اللي هي الحديثة بتاعت اللي إحنا فيها حاليًا، يعني الادوات اللي احنا بنستخدمها حاليا في الجيمات. انا عملت قبل كده 30 تقريبا، يعني 30 فيديو في حوالي 20 جيم من اعلى المستويات. طبعا الموضوع مش موضوع جيمي مستوى عالي زي ما قلنا، وموضوع جيمي مستوى بشكل منخفض. لا، الموضوع مش كده خالص. انا النهارده هنلعب، طبعا انا قاصد ان انا العب في جيم انا اتربيت فيه. والجيم ده يا جماعه يعني بقاله تقريبا كده 20 سنه، ما كانش فيه يعتبر، كان الاجهزه لسه يعني اتنشأت الاجهزه وكده، يعني نشأتها كانت لسه قريبه، مش من زمان، يعني مش من العمر ده ال 20 سنه. قصدت اللي انا اعمل هنا كنت ممكن اعمل في جيمات زي ما انا بعمل. طبعا اللي متابعني عارف ان انا بطلع في جيم كل حلقه في جيم غير التاني، وجيمات على مستوى عالي جدا. لا، النهارده انا معاكم عشان هنعمل تمارين ظهر، لان كلنا يا جماعه مفتقدين، في ناس كتير قوي ما بتعرفش الظهر. والظهر من اكبر العضلات زيها زي الرجل بالظبط، وهي اللي هتديك الشكل المثالي. طبعا انا هشرح بيقوم باداء الزاويه دي سحب امامي، سحب الامامي ده الشكل الصحيح، ده الشكل الصحيح. ده بيعمل ايه؟ بيعمل حرف V اللي كلنا بنبقى احنا عاوزينه، وفي نفس الوقت لما بتوسع بيعرض معانا الظهر. طبعا دلوقتي هنبتدي يا كابتن اسامه نعمل خلاص. ده الصح، ده الشكل الصحيح. لازم زي ما انت كده، ايوه، لازم يبقى جسمك ثابت وبتنزل بكوعك. تمرين الظهر كله، اي تمرين ظهر بتنزل بكوعك، ما بتنزلش بالريست. لو نزلت بالريست يبقى انت بتلعب عضله ثانيه، يبقى انت ما تجيش بقى تستنى النتائج. لازم تنزل بالكوع. بص زي ما احنا شايفين كده، بينزل بالكوع ازاي؟ مش بالريست. انت الوحيد اللي هتحس بالموضوع ده، مش حد تاني. يعني انت الوحيد اللي هتحس بالموضوع ده. بص، بالكوع، بينزل بالكوع ازاي؟ ممكن تعمل الشكل الخاطئ يا كابتن اسامه. ده طبعا بيجي يشتكي في الاخر يقول اصل احنا عندنا القطنيه فيها مشكله، احنا عندنا الظهر فيه اصابه من التمرين ده. التمرين ده اولا زي ما احنا اتفقنا بيلاعب زوايا تانية، مش محبذ ان احنا نلعبه كده اطلاقا، عشان برضو لو احنا منتظرين نتائج كويسه ومنتظرين ما يجيلناش اصابه، نلعب الشكل الاولاني اللي احنا لعبناه. هنخش على الزاويه التانية. اتفضلوا. التمرين ده يا جماعه سحب ارضي. سحب الارضي كلنا معظم اللعيبه بيلعبوا غلط للاسف، وناس كبار بيلعبوا غلط وبيتصابوا كتير ومش واخدين بالهم ان هم بيتصابوا من ايه. ده التمرين الصح. لازم تبقى مثبت ظهرك، كوعك اللي بيشد، انا هقولها في كل تمرين عشان ما ينساش، كوعك اللي بيشد عشان الزاويه تيجي بالظبط. ده بيكبر الثقب بتاع الظهر، يعني عشان نبقى عارفين ده يخص ايه. ولما يكبر الثقب، وده على فكره هو للعضلات الداخليه، يعني دوت برضو يخص العضلات الداخليه. اي حاجه ضيقه يا جماعه يخص العضلات اللي هي بعد العمود الفقري، يعني بعد العمود الفقري الزاويه دي تخص الموضوع ده. طبعا هنلعب بشكل خاطئ دلوقتي. اتفضل يا كوتش، العب بشكل خاطئ بس مش بسرعه، يعني عشان ده طبعا الشكل اللي احنا بنلعبه على طول. معظم اللعيبه في اي
الجيم سواء مستواه عالي سواء معاه مدرب بيلعبوا التمرين ده. التمرين ده يا جماعه برضه بيلاعب عضلات ثانيه، بيشغل عضلات ثانيه، ما بيشغلش برضه العضلات بطيء. اهو بنلعب بشكل بطيء، نرفع زاويه 90 ونرفع بكوعنا تاني، نرفع بكوعنا ما نرفعش بالريست، الكوع اللي طالع اهو، انت الوحيد اللي هتحس بالموضوع ده. لازم ده طبعا زي ما احنا اتفقنا برضو بيكبر الصب بتاع الظهر الداخلي. اوكي؟ زي ما انت العب غلط كده يا كوتش. ده الغلط وده كلنا معظم اللعيبه بتلعب بالشكل ده. الظهر مش ثابت بيرفعه بالريست، طبعا برضو بيمرنوا تمارين او عضلات ثانيه. ودي طبعا مشكله وبيحصل اصابات من الموضوع ده، وطبعا بيعاني يقول لك انا ما بزيدش، طب ما طبيعي انت بتلعب غلط هتزيد ازاي؟ فطبعا ده غلط. نعيد السليم تاني، التمرين السليم ده الشكل السليم زي 90 اخرنا هنا زي 90 وبننزل بشكل بطيء وبنطلع بشكل بطيء. لازم يا جماعه في اي تمرين نلعب بشكل بطيء، ما ينفعش نلعب بسرعه. اي تمارين باي سيبس تراي سيبس كتف ظهر بنش اي حاجه نلعب بشكل بطيء، السرعه مش محبذه. نخش على التمرين الرابع. طبعا ده تمرين الترومبه. التمرين ده من اشهر التمارين اللي احنا بنلعبها من زمان. الجهاز ده معروف يا جماعه طبعا عندنا كلنا. المشكله كلها ان التمرين ده لازم نلعبه صح. مش هنعرف نلعبه صح يبقى في اصابه على طول. زي ما حصل مع لعيبه انا اعرفها شخصيا وحذرتهم من الاداء الصحيح، يلعبوا اداء صحيح. التمرين ده لازم يبقى جسمنا زي ما احنا شايفين كده متساوي، مش يعني مش منخفض وباصص قدامك ورجليك متنيه سنه، ما ينفعش رجليك تبقى مفروده وبتنزل بالراحه. اتفضل يا كوتش. وبتطلع بالراحه، بتطلع بشكل بطيء وبتنزل بشكل بطيء. لازم التمرين ده كده هو التمرين الصحيح. الضيق طبعا بيلعب زي ما احنا اتفقنا على العضلات الداخليه. الواسع بيلعب على التعريض، العضلات اللي هي من بره الخليه. ممكن تلعب الغلط يا كوتش. اهو بيلعبوا كده طبعا بالشكل ده، وساعات مش بيفرد لك ممكن ما تفردش برضه. بيلعبوا كده. ده اصابه على طول. الضيق ما فيهاش، بص ما فيهاش كلام. التمرين ده كده اصابه على طول مباشره. واصابه هتقعدك في البيت وممكن كمان تعتزل. ما تلعبش تاني. فلازم نلعبه بالشكل الصحيح. الفكره هو للعضلات الداخليه. يعني دوت برضو يخص العضلات الداخليه، اي حاجه ضيقه يا جماعه يخص العضلات اللي هي بعد العمود الفقري. يعني بعد العمود الفقري الزاويه دي تخص الموضوع ده. طبعا هنلعب بشكل خاطئ دلوقتي، اتفضل يا كوتش، العب بشكل خاطئ. بس مش بسرعه يعني عشان ده طبعا الشكل اللي احنا بنلعبه على طول. معظم اللعيبه في اي جيم سواء مستواه عالي سواء معاه مدرب بيلعبوا بالتمرين ده. التمرين ده يا جماعه برضه بيلاعب عضلات ثانيه، بيشغل عضلات ثانيه، ما بيشغلش برضه العضله اللي احنا عاوزين محتاجينها يعني. والتمرين ده برضه خلي بالكم في مشكله كبيره، ممكن يحصل لنا اصابات كتير جدا منه. فخلي بالنا نلعب الصح. اخر مره كابتن اسامه معلش اهو ده التمرين الصحيح وبيشغل زي ما قلنا او بيكبر الصب بتاع الظهر. وزي ما احنا اتفقنا اهو، الله ينور عليك يا كوتش، ده التمرين الصحيح. نخش على الزاويه الثالثه. طبعا هنلعب مجنس ضم المجنس. التمرين ده بقى يا جماعه فيه مشاكل كتير جدا. اولا لازم احنا نثبت ظهرنا بالمنظر ده. لازم ننزل بشكل سريع، يعني مش لازم بشكل سريع، بشكل بطيء. اهو بنلعب بشكل بطيء، نرفع زاويه 90 ونرفع بكوعنا تاني، نرفع بكوعنا ما نرفعش بالريست، الكوع اللي طالع اهو، انت الوحيد اللي هتحس بالموضوع ده. لازم ده طبعا زي ما احنا اتفقنا برضو بيكبر الصب بتاع الظهر الداخلي. اوكي؟ زي ما انت العب غلط كده يا كوتش. ده الغلط وده كلنا معظم اللعيبه بتلعب بالشكل ده. الظهر مش ثابت بيرفعه بالريست، طبعا برضو بيمرنوا تمارين او عضلات ثانيه. ودي طبعا مشكله وبيحصل اصابات من الموضوع ده، وطبعا بيعاني يقول لك انا ما بزيدش، طب ما طبيعي انت بتلعب غلط هتزيد ازاي؟ فطبعا ده غلط. نعيد السليم تاني، التمرين السليم ده الشكل السليم زي 90 اخرنا هنا زي 90 وبننزل بشكل بطيء وبنطلع بشكل. اعزائي المشاهدين طبعا رجعنا لكم تاني.
بعد ما اتفرجنا على الفيديو، يا رب يكون نال اعجابكم. انا عامل لكم حاجه فعلا مهمه جدا وناس طالباها كتير، فانا عشان كده قلت النهارده ان انا ابقى موجود في داخل الجيم احسن اشرح. وكان معانا طبعا كابتن اسامه قام بالدور كويس جدا، وان شاء الله باذن الله هبقى معاكم الحلقه القادمه داخل الاستوديو مع تمارين جديده. الى اللقاء الاسبوع القادم الساعه 8 ان شاء الله.